اوكي احنا قاعدين بنعمل تريمينج للبوردر عشان نخفف نعمل بيفل بحيث اللسان ما يشعر بالحفه الخلفيه. استخدمنا هذا البير اللي هو اكريليك بير ريجولر ستانلس ستيل بير، كان الكاتنج ضعيف فيه، راح نعيد الكاتنج بهذا انذر ستانلس ستيل بس في فلوتس، عدد الفلوتس كبير زائد في سيريشنز، هاي السيريشنز بتزيد من الكاتنج افشنسي تاعتك. انا راح اعمل جهه وانت حتعمل الجهه الثانيه، بس حورجيك الفرق بين الجهتين. أوكي. الان شو عم بعمل؟ عم بعمل البيفل وايدر بحيث ما يحس بستيب. اوكي هلا اذا بتلاحظوا الفرق بين هاي الادج وبين هاي الادج، هاي ثيك وهاي ثينر، فلسان بمر عنها بلطافه. لسه ما زال هون بده تريمينج شوي كمان زياده، بس بدي انتبه وانا بعمل تريمينج لاي شيء بالفيتنج سيرفيس انه ما يصير شفاف. شايفين هاي منطقه تيوبرستي كيف شفافه؟ هذا معناته الاكريل ثين، فاي دونت وانت تو ثين ذا اكريليك مور. فاذا معي ثيكنس بكمل بيفلينج، اذا معيش ثيكنس بوقف. اوكي لانه ثين اكريليك معناته قابل للكسر. طيب انت معناته حكمل معك بس شوي وانت حتكمل الجهه الثانيه. شايفه كيف؟ شايف البيفل ما احلى؟ هلا لسان لما يجي هون على الطقم يعبر على الطقم بحسش باي ستيب، مش زي هون، هون بدقر وبحس بالستيب. هلا هذا كمان في شيء بسيط خشونه بعدين نعومه، فبالتريمر تحت والبولشنج بيرز والبولشنج برش اول شيء بعدين بالبومس وكذا بتصير 100% ناعم، وبنفس الوقت حافظت على البوز دام. لاحظين البوز دام ما زالت هيها موجوده، بوز دام موجوده، هاي اطرافها موجوده، ولكن انا عملت ثينينج اوت من البولش سيرفس. انا عملت هاي وانت اعملي هاي جاهزه.